سجل الريال الإيراني تدهورا قياسيا حيث بلغ سعر صرفه 100,000 ريال للدولار الواحد، ويأتي ذلك مع اقتراب إعادة فرض الولايات المتحدة أول دفعة من العقوبات الاقتصادية في 7 أغسطس آب. وصل سعر الصرف غير الرسمي إلى 100,000 دولار أو 2000 ريال للدولار الواحد، 100,000 ريال للدولار بحلول منتصف اليوم بحسب ما ذكر موقع بونابست الذي يعد أكثر المواقع الموثوقة لرصد أسعار العملة الإيرانية.